بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش موضوعا مقترح كاختبار أو كوضعية تقويمية للفصل الثاني للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، وبدون إطالة مع الوضعية الأولى. إذن الوضعية الأولى من الموضوع المقترح هذا نصها يقول: وجدت خير خاتما لكنها احتارت في مادة صنعه، فاقترحت عليها زميلتها تجربة للتعرف على المعدن الذي صنع منه هذا الخاتم، هل هو من الحديد أو من النحاس، وذلك بوضعه داخل محلول روح الملح أو حمض كلور الماء، فحدث فوران وانطلق غاز وظهر اللون الأخضر الفاتح داخل المحلول عند استعمال الكاشف هيدروكسيد الصوديوم. المطلب الأول: اكتب الصيغة الإحصائية والشاردية لحمض كلور الماء. ثانيا: سمي الغاز المنطلق واعطي صيغته الكيميائية واذكر طريقة الكشف عنه. ثالثا: استنتج نوع معدن الخاتم أو الخاتم، برر إجابتك، اكتب معادلة التفاعل ووزنها بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الإحصائية. إذن مع السؤال الأول، الصيغة الإحصائية لحمض كلور الماء هي HCl، أما الصيغة الشاردية له فهي H زائد زائد Cl ناقص Ac. الغاز المنطلق هو ثنائي الهيدروجين الذي صيغته الكيميائية هي H2. يتم الكشف عن ثنائي الهيدروجين بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب بعد جمع كمية كافية منه، فتحدث فرقعة مميزة كما رأينا في التجارب. السؤال الذي بعده: هذا الخاتم هو مؤكد من الحديد أو على الأقل يحتوي على الحديد، إن لم يكن بأبي المئة فإن به نسبة معتبرة من الحديد، ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه تفاعل مع حمض كلور الماء ونتج محلول يحتوي على شوارد الحديد الثنائية التي تم الكشف عن وجودها بمحلول هيدروكسيد الصوديوم، وهي التي أعطت اللون الأخضر. معادلة التفاعل الحديث كما طلب منا: ألف بالصيغة الشاردية، إذا لدينا Fe صلب حديد زائد حمض كلور الماء منحل أو محلول يعطي لنا غاز الهيدروجين مع كلور الحديد، شاردة الحديد ثنائية زائد شاردتي كلور. لاحظ بأن المعادلة في حالة توازن شحاني وتوازن ذري أو كتلي. لاحظ هنا لدينا ذرة واحدة من الحديد تحولت إلى شاردة ثنائية، لدينا شاردتين من الهيدروجين تتحولان إلى جزيء الهيدروجين، وشاردتين من الكلور لا تشاركان في التفاعل تبقى على حالهما. إذن نمر إلى معادلة التفاعل بالصيغة الإحصائية: Fe زائد 2HCl يعطي لنا H2 زائد FeCl2. إذن كذلك هنا تلاحظ بأن المعادلة في حالة توازن. نمر إلى الوضعية الثانية، إذا تتعلق بتوازن جسم صلب خاضع لقوتين. يقول: أراد فضيل وسليم أن يتنافس فيما بينهما، فتجاذبا حبلا بتطبيق قوة عند كل طرف منه، حيث طبق سليم قوة شدتها 40 نيوتن، بينما طبق فضيل قوة ممثلة على الشكل في الوثيقة 2 بشعاع طوله 2 سنتي. واحد يقول: حدد مميزات كل قوة. 2: مثل قوة سليم مستعملا نفس السلم المعطى بطبيعة الحال، ثم هل العقدة الموجودة في وسط الحبل والتي رمز لها بالرمز عين هي في حالة توازن أم لا، وعلل جوابك. إذن لنلاحظ لنستخلص ما هي مميزات كل قوة. إذن فالقوتان نلاحظ أنهما لهما نفس الحامل، يعني لهما حامل أفقي.
أو لنقل حاملهما متطابقان. الأمر الثاني، القوتان كما تلاحظ متعاكستان في الاتجاه، لكن هل هما متساويتا الشدة؟ إذن من خلال المعطيات التي معنا، السندات الموجودة في الوضعية تبين أن هاتين القوتين مختلفتي الشدة. لماذا؟ لأنه يقول طبق سليم، أين هو سليم؟ هذا هو سليم، طبق قوة هي التي سيطلب منا تمثيلها فيما بعد، يقول طبق قوة شدتها 40 نيوتن، بينما طبق فضيل قوة ممثلة على الشكل في الوثيقة 2 بشعاع طوله 2 سنتيم. إذن فهذه الممثلة هنا هي قوة فضيل، قوة سليم ستظهر عند فضيل في هذه الجهة. إذن أعطى لنا السلم، قال كل 20 نيوتن تمثل أو يعبر عنها أو تعبر عن صفر، أو كل 0.5 سنتيم يعبر عن 20 نيوتن. إذن القوة الممثلة هنا تلاحظ لدينا 2 سنتيم، بمعناها أن هذه القوة قيمتها 40 نيوتن، وهي قوة فضيل كما ذكر. قوة، نعم، طبق سليم قوة شدتها 40 نيوتن، سليم طبق شدة قوتها 40 نيوتن، معذرة. إذا 40 نيوتن هي غير ممثلة هنا، يعني الفضيل يطبق، أو نعم، سليم يطبق قوة شدتها على فضيل شدتها 40 نيوتن، هي التي يطلب تمثيلها. إذن لدينا الشخص سليم يبذل 40 نيوتن، فضيل يبذل قوة ممثلة على السلم، ينبغي استنتاج قيمتها. إذن لدينا هنا 2 سنتيم، يعني إذا كان كل 20 فيها 0.5 معناها 2 سنتيم فيها 80 نيوتن، وهذا ما سنتأكد منه بالتناسبيات. إذن لدينا 20 نيوتن تعبر أو يعبر عنها ب 0.5 سنتيم، فقوة فضيل اف ان، اف لاف بالنيوتن، قوة فضيل التي يطبقها طولها معبر عنه ب 2 سنتيم. إذن نحسب بالتناسبية، قوة فضيل تساوي 20 في 2 تقسيم 0.5، نجد 80 نيوتن، بمعنى أن هذه القوة الممثلة التي ظاهرة بالسهم هنا هي مقدارها 80 نيوتن، وهي التي يطبقها فضيل. أما سليم فقوته 40 على فضيل. إذن فبالتالي بخلاصة الكلام أن القوتين مختلفتي الشدة. إذن تمثيل قوة سليم، نمثل قوة سليم بنفس الطريقة، 20 نيوتن يعبر عنها ب 0.5 سنتيم، ف 40 نيوتن لسليم نعبر عنها ب X بتطبيق القاعدة الثلاثية، X يساوي 40 في 0.5 على 20 نجد 1 سنتيم. إذن هنا نمثل قوة سليم، لاحظ، إذن فهو يؤثر على فضيل بقوة قدرها 40 نيوتن تمثل بواحد سنتيم. إذن استخلصنا القوتين مع التمثيل، لدينا 40 نيوتن 80 نيوتن، وبالتالي فإن هذا الجسم أو هذه العقدة عين ليست في حالة توازن، يعني النقطة عين لن تكون مستقرة في هذا المشهد، وإنما ستتحرك في اتجاه القوة الأكبر. لماذا؟ قلنا لماذا هي ليست في حالة توازن؟ قال برر إجابتك. التعليل، قلنا لأن شرط التوازن غير محقق في هذه الحالة، بمعنى F1 زائد F2 لا يساوي صفر، يعني ما دام القوة متعاكسة في الاتجاه، نفرض أن القوة التي يؤثر بها الشخص صاحب الثمانين وهو فضيل تساوي 80 نيوتن، هي الاتجاه الموجب، والتي يبذلها سليم هي الجهة السالبة، الجهة المعاكسة لها. إذن 80 ناقص 40، يعني 80 زائد ناقص 40، 80 ناقص 40 تساوي 40، وبالتالي فقلنا هذا الجسم أو هذا العقدة تكون في حالة لا استقرار، يعني غير متوازنة، وإنما في حالة حركة. نمر إلى الوضعية الموالية. إذن قلنا الوضعية الثالثة، زار وسيم رفقة أبيه ميناء عنابة، حيث لفت انتباهه باخرة ضخمة تطفو فوق الماء، في حين أنه رمى حجرا صغيرا في البحر فغاص، وسأل أباه كيف لهذه الباخرة الضخمة أن تطفو فوق سطح الماء بينما يغوص حجر صغير فيه. التعليم، ما هو التفسير العلمي الذي قدمه الأب لوسيم؟ 2. حدد خصائص الشيء الذي جعل الباخرة تطفو.
فوق الماء مستعينا برسومات توضيحية. إذن التفسير العلمي الذي يقدم في هذا الإطار أو في هذا الصدد، قلنا التفسير العلمي الذي قدمه الأب لابنه حول طفو مثل هذه الأجسام الضخمة فوق الماء، هو أكيد أنكم درستموه وعرفتموه، هو قيمة الكتلة الحجمية التي تجعل الجسم يغوص عندما تكون هذه الكتلة الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للماء، ويحدث العكس بينما يطفو هذا الجسم مهما كان كباره، مهما كان حجمه، مهما كانت كتلته، قلت يطفو إذا كانت قيمة الكتلة الحجمية له أقل من الكتلة الحجمية للماء، بعبارة أخرى تكون كثافته أقل من كثافة الماء. إذن فالثاني الآن حدد خصائص الشيء، يعني ما الذي جعل الباخرة تطفو بأكثر وضوح. إذن الأجسام الصلبة حينما توضع في السائل فإنها تتعرض لقوة، هذه القوة تعرف بدافعة أرخميدس نسبة إلى مكتشف هذه الظاهرة، وهذه القوة تتميز بمجموعة من المميزات. الميزة الأولى لها أن حاملها يكون شاقولي، أي يكون متطابق مع حامل الثقل. الأمر الثاني أن اتجاهها، يعني اتجاه دافعة أرخميدس، يكون معاكس لجهة الثقل، إذن الحامل مشترك والاتجاه متعاكس مع الثقل. الأمر الآخر أن شدة هذه الدافعة تتعلق بالكتلة الحجمية للسائل وحجم الجسم أو حجم الماء للسائل المزاح، يعني حجم الجسم نعم، وقيمة الجاذبية، وهذه هي العوامل الثلاثة التي تؤثر في شدة دافعة أرخميدس. قال مثل، يعني وضح ذلك بتمثيلات بيانية على الرسم. إذن لدينا هذا الحامل يعبر عن حامل الثقل، وفي نفس الوقت هو حامل دافعة أرخميدس. نمثل عليه الآن تأثير الأرض على الباخرة، أي قوة الثقل في شعاع الثقل يؤثر انطلاقا من مركز الجسم بشكل شاقولي على الحامل متجها نحو الأسفل مثلنا بشعاع. في نفس الوقت ستتعرض الباخرة أو الجسم إلى قوة معاكسة من طرف الماء على نفس الحامل. إذن مثلناها انطلاقا من السطح أو من المركز، يعني لا، الأمر لا يختلف، المهم مثلناها من قاعدة الباخرة ورمزنا لها بF، هي في الحقيقة FA، FA شعاع تمثل دافعة أرخميدس. التوازن يدل على أن الجسم مجموع القوى المؤثرة عليه يساوي صفر، أي المحصلة تساوي صفر، ما دام أنه مستقر على سطح الماء، طافي على سطح الماء، فإن مجموع القوتين P وFA يساوي صفر. إذن هذا بالنسبة للوضعية الثالثة وما جاء فيها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.